السلام عليكم، أسعد الله مساءكم بكل خير. تحية طيبة لكل المشاهدين. سهرة اليوم بإذن الله سنستكمل من خلالها الحلقة الثانية من مسلسل وادي الكلاب، وموضوع الفساد والنصب والاحتيال واستغلال النفوذ وأمور من هذا القبيل. وسأتكلم في سهرة اليوم عن موضوعين أساسيين، ورح أقسمهم هكذا أحسن، كل موضوع فيه ربع ساعة 15 دقيقة هكذا باش ما نثقل عليكم، ما نتعب روحي. اليوم نتكلم على ما يسمى بمحاربة الفساد الذي يقوده قائد الأركان نائب وزير الدفاع القايد صالح ووزير الدفاع ووزير العدل بالقاسم زغماتي. تم أو أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة حكم ب 15 سنة سجن مع مصادرة أملاك قائد الناحية العسكرية الرابعة سابقا اللواء عبد الرزاق الشريف، مثل اللواء من ناد نوبة واللواء سعيد باي وبوجمعة بودواور، طبعا مع الحكم الغيابي على اللواء الحبيب شنتوف المتواجد خارج التراب الوطني. طبعا أنا تكلمت قبل قلت أنه يقال أنه فيه اتفاق ما بين قائد الأركان وقائد الناحية، لكن ظهر أنه هذا الاتفاق مش موجود، أو صرا شيء ممكن بعد أيام نعرف الحقيقة. لكن المهم في الواقع أنه تم الحكم على قائد الناحية عبد الرزاق الشريف 15 سنة. سبق وتكلمت في هذا الموضوع، قلت أنه القضية فيها إنه، والقضية فيها تصفية حسابات، والقضية فيها تلاعب رهيب، لأنه إذا كان بالفعل النية صادقة في محاربة الفساد بين أوساط كبار الجنرالات والوزراء وكبار المسؤولين، أوكي، كل الشعب الجزائري صغير وكبير، مهما كان مستواه، مهما كان منصبه، مهما كان علاقته بالسلطة، كلهم مع محاربة الفساد والقضاء على الفاسدين واسترجاع أموال الدولة. رجال الأعمال الفاسدين قلنا يسترجعوا الأموال، الجنرالات نفس الشيء يسترجعوا الأموال، الوزراء، لكن ما يكونش بانتقائية، ما يكونش هذا جنرال فاسد وهذا مش فاسد. ونحن نعرف أن 99.99 من الجنرالات فاسدين، 99.99 من كبار الضباط عقاداء والجنرالات ومقدمين في الجيش وفي الأمن وفي مصالح الدولة فاسدين، لأن ظاهرة الفساد في عهد بوتفليقة خاصة ابتداء من العهدة الثانية وبالخصوص ابتداء من العهدة الثالثة من 2009-2010 أصبحت ظاهرة الفساد ماركة مسجلة جزائري، وأصبح الفساد مقنن، المسؤول اللي مش فاسد يخرجوه من السلطة. يعني كيفاش انت واحد قائد ناحية عسكرية كيما عبد الرزاق الشريف 14 سنة من 2004 إلى 2018 هو قائد الناحية العسكرية الرابعة في ورقلة، 14 سنة هو إمبراطور الصحراء بدون منازع، واحد ما يتكلم معاه، ثروات بترولية تحت مسؤوليته، الثروات الغازية، ثروات الذهب، اليورانيوم، كل حاجة، يعني العباد، الشجر والحجر، حتى ما كانش شجر في الصحراء، الرمل والصحراء والإبل وكل شيء تحت مسؤولية قائد الناحية، ونعرفوا أنه الحكم عسكري في الجزائر. 14 سنة هو شيكور في الناحية العسكرية الرابعة كلها، يعني منطقة كبيرة اللي هي الناحية العسكرية الرابعة، إليزي، جانات، وركلا، يعني المناطق حتى البسكرة للشمال، حتى البسكرة، حتى التقرت، حتى الغرداية، حتى كل هذه المناطق تحت نفوذ قائد الناحية عبد الرزاق الشريف. ومن بعد تجي بعد 14 سنة تقول له منين جبت هذه الفيلا، منين جبت هذا الابارتومون، منين جبت هذا اللوتيرا، يعني هذه 14 سنة كاع ما على بالك واش كان يدير. نفس الكلام ينطبق على قائد الناحية العسكرية الأولى حبيب شنتوف، على الثانية سعيد باي، على الثالثة شنقريحة اللي راهو قائد القوات البرية، على كلهم. يعني شنقريحة نضيف كي نبداو نتكلموا، يعني قائد الناحية العسكرية الثالثة سابقا قائد القوات البرية حاليا سعيد شنقريحة، هذا يعني نضيف وما دارش فساد؟ أنا أقول لكم لا، نفس الشيء هو فاسد. نعم عثمانية قائد الناحية العسكرية الخامسة نضيف، لا فاسد، وفاسد أكثر منهم.
قائد الناحية العسكرية الثانية الآن صواب اللي كان قائد الناحية السادسة نظيف؟ لا فاسد. قائد الناحية العسكرية الأولى واسمه سدان ولا سناد ولا والله ما نعرفوش أصلا، لكن ما عنديش معلومات بصراحة، ما نقدرش نكذب على السيد ونقول فاسد ما نقدرش، لكن الآخرين اللي تكلمت عليهم نعم يوجد فساد، وبالأدلة بالأدلة وبالشهود وبالعقود وبالمشاكل موجود فساد. المدراء المركزيين في وزارة الدفاع، مدير المالية ومدير التنظيم ومدير العتاد ومدير الصناعة العسكرية ومدير شؤون اجتماعية ومدير التوجيه والإعلام ومدير فلان، المدراء المركزيين أسمائهم معروفين، فاسدين ولا نظاف؟ نعم فاسدين. وأكبر فساد من قادة النواحي، أكبر فساد، وعطينا أسماءهم وتكلمنا عليهم. إذا كان أعطيتكم أمثلة على أجودان شاف مساعد أول اللي هو بونويرا، الفيلتر نتاع قائد الأركان، هذا مساعد أول أجودان شاف إمبراطور ويملك ما لا يملكه وزراء ورؤساء حكومات، ما يملكه يفوق بكثير ما يملكه بعض رؤساء الحكومات الموجودين حاليا اللي راهم على قيد الحياة، يعني اللي كانوا سابقا، يعني مقداد سيفي أو بن بيتور أو اللي ماتوا يعني حمداني الله يرحمه ولا غيره ولا رضا مالك، ولا يملك ما يملكون ولا ممكن أكثر منهم. لي زابارتومون اللي عنده هو ما عندش رؤساء حكومة، هو مساعد أول. إذا كيفاش دوكا تجي تكلم لي يا سيدي القيصر على الفساد؟ أوكي الشعب الجزائري كله يريد محاربة الفساد، لكن حارب كل الجنرالات، حاسب كل الجنرالات وكل الوزراء وكل المسؤولين، من أين لك هذا؟ لأننا نعرفوا وزراء راهم الآن وزراء وهما ضالعين في الفساد لنيوفهم، دليل المنكر. إذا هذه الانتقائية هي اللي احنا ضدها، ضد الانتقائية في محاربة الفساد. نعم نعطيكم اليوم الموضوع اللي حبيت نتكلم عليه على فساد كبار المسؤولين والقادة. كلامي هذا موجه إلى أفراد أو متقاعدي الجيش، جماعة البيري وجماعته. كاين واحد القانون أو واحد الاتفاقية ما بين وزارة الدفاع، مديرية الشؤون الاجتماعية اللي القائد نتاعها أو مديرها اللواء زروق دحماني، ووزارة السكن. في مشاريع السكن اللي تابعة لوزارة السكن اللي هي مثلا لا ديال ومش عارف الال اس بي والبي ال ا وديك الصوالح، المهم كاين بزاف تسميات اللي مانيش نعرفهم كلهم. كاين اتفاقيه انه في كل كوطا، لانهم كل ثلاث شهور يديروا توزيع السكنات، في كل كوطا كاين ما لا يقل، ما لا يقل يعني على 1500 سكن اجتماعي، 1500 سكن اجتماعي على مستوى القطر الوطني، يعطوها وزارة السكن إلى وزارة الدفاع، توزعها وزارة الدفاع مديرية الشؤون الاجتماعية بمعرفتها بناء على يعني قوائم معدة سابقا، يوزعوها لمن يستفادوا. شكون يستفادوا؟ ما يستفادش منها كوموندون وكولونيل عقيد ومقدم، ولا هذوك عندهم يعني طرق خاصة أو عندهم مشاريع خاصة سكنية ليستفادوا منها، لا ليستفادوا من هذه السكنات الاجتماعية هم شكون؟ أرامل صف الضباط وقليل من الضباط الصغار سليوتنو ليوتنو اللي ماتوا في عملية إرهاب ومرتوا ولادو ما عندهمش سكنة، يعطوهم سكنات أو جنود أو صف ضباط. الأرامل الشهداء، قلنا شهداء الواجب اللي ماتوا في مكافحة الإرهاب أو ماتوا في أي عمل يعني أثناء تأدية الوظيفة نتاعو مات، يعتبر هذا ضحية واجب وطني، شهيد واجب وطني. إذا هذا الأرملة نتاعو مرتو ولادو اللي صغار اللي تحت كفالة أمهم يستفادوا من سكن اجتماعي، سكن اجتماعي. بالإضافة لهذو معطوبي الجيش الوطني الشعبي اللي هما المتقاعدين هذو اللي هم يخرجوا رجليهم مقطعين ويديهم مقطعين وعينه مضروبة وكذا، هذو اللي ما عندوش سكن بناء على التحقيق طبعا على مستوى البلدية نتاعو يستفيد من سكن، لكن ما يستفيدش من البلدية، يستفيد من هذا الكوطا نتاع وزارة الدفاع. لأنه كاين بعض أرامل الواجب الوطني وكاين بعض المعطوبي جيش التحرير معطوبي الجيش الوطني الشعبي ضحايا الارهاب يروحوا للبلديه يقول له انا ما عنديش سكنه، يقول له يا ودي ما نقدرش نعطيك، انت راك داخل في الكوطه تاع وزاره الدفاع، روح للوزاره تاعك تعطي لك. وبالفعل
يا جماعة البيري، يا جماعة البيري افهم، ورئيس البلدية عندك ما يعطيلكش، ما عندكش الحق، لأنك تراك مسجل من قدماء أو من متقاعدي المؤسسة العسكرية، تروح لمديرية الشؤون الاجتماعية عند زروق دحماني هو اللي يعطيلك. لكن كاين واحد النقطة هنا اللي لازم يفهمها الشعب الجزائري ويفهموها جماعة زروق دحماني، وهي نقطة أساسية وحساسة. هذه 1500 سكن اللي يعطوها لوزارة الدفاع، اللي يستفيد منها أو اللي يتلاعب في القائمة هذه من بينهم بونويرا. معلومات من وزارة الدفاع من ديوان قائد الأركان نائب وزير الدفاع، أنه بونويرا هذا عنده في كل كوطة، يعني كل ثلاث شهور عنده نسبة ياخذها من عند دحماني لا تقل عن 15، يعني اللي هي 0. مش عارف شحال بالمئة من 1500 دي 15 نسكنة، 15 ابارتمون يتصرف فيها وكما يحب. كي نقول يديها معناتها مش يديها ليه باسمه، لا، يدي يتصرف بها كما يحب. كيفاش يتصرف فيها؟ طبعا ثلاثة ولا ربع سكنات في كل كوطة يعطيهم في الولايات على مستوى القطر الوطني، يقول لكم مش على مستوى الولاية واحدة، يعطيهم لجماعته، هذا وليد خالته، هذا وليد عم نسيبه الباش، هذا وليد جار بن عمة خالتي، والباقي يعطيهم البعض العملاء نتوعهم اللي هما مازالهم في الخدمه، اللي ما عندهمش الحق. واحد يخدم ترانسميسيون في تقرت ولا في غردايه ولا في غريزان ولا في عنابه ولا في قسنطينه، يعطوا له سكن اجتماعي باش يشدوه من اليد اللي توجعوا، يصبح يروندي كونت ويصبح عميل البونويرا. وبونويرا عميل لمن؟ اللشخم، عبد القادر اللشخم. وبالتالي السيركوي فرمي بيناتهم، غير هما يتعاملوا غير بيناتهم، يستفادوا غير بيناتهم. اذا نسبه كبيره من السكنات الاجتماعيه راهو ما يتحكمش فيها زروق دحماني، راهم يتحكموا فيها غيره باسم مديرية الشؤون الاجتماعية، يتلعبوا بها غيره. من بينهم، من بين الناس اللي يتلعبوا في السكنات الاجتماعية، هو هذا قرميط بونويرا، المساعد الأول قرميط بونويرا، الفلتر تاع قائد الأركان، يتلعب في السكنات الاجتماعية. عنده كوطة 15 إلى 20 أبارتمون في كل كوطة يوزعوها على جماعتهم. هو عنده كوطة، المديرين المركزيين في الوزاره نفس الشيء عندهم كوطا، قال انا عندي جماعتي هذو اعطيهم 10 ولا 15 لابارتومون وزعها للجماعه تاعي، هذا اعطي له كذا، هذا كذا. المديرين شواقي بكري معاهم زراد واسمه هذا بكري بو جمعه بودواور قبل ما يدخل الحبس، قبل ما يدخل الفساد، حاليا عكروم، يعني هذا المديرين، مش يعني شرط نذكروا كل الاسماء لانهم معروفين، هذا المديرين يتقاسموا السكنات الاجتماعيه الخاصه بالمعطوبين والخاصة بأرامل الواجب الوطني، أرامل شهداء الواجب الوطني وأرامل الشهداء ومعطوبي المؤسسة العسكرية من المتقاعدين، يأخذوا حقهم ويعطوه الناس اللي قادرين يشروا السكنة عادي، لكن ينحولهم الكوطة تاع الشؤون الاجتماعية ويعطوها لهم. المطلوب الآن إذا كان كاين بالفعل، إذا كان كاين بالفعل في المفتشية العامة أو المراقب العام لوزارة الدفاع في الانسبكسيون جينيرال، المراقب العام، نتمنى أنهم يفتحوا تحقيق في هذا الموضوع، لأنه فيه تلاعب كبير. وأنا لا أقول أنه زروق دحماني بريء، لكنه تحت الضغط، يضغطوا عليه باش يتلاعبوا بالسكرات الاجتماعية، داخل فيها حتى حسب معلومات مدير الفندق العسكري اللي هو الجنرال اسمه قاسمي فريد، نفس الشيء، عنده جماعته اللي يخدموا عنده تابعين لوتيل، استفادوا من السكنات بالفعل اللي هي سكنات اجتماعيه اللي ما عندهمش الحق فيها، لانه هذه السكنات مثل ما قلت موجهه بالخصوص لضحايا العشريه السوداء والحمراء، ضحايا الارهاب، ولارامل الشهداء الواجب الوطني، ولاصحاب الدخل الضعيف، يعني كابران، كابران شاف، سيرجان، جندي مسكين مقاجي، هذو اللي ما عندهمش سكنات بالفعل، مضرورين في البلديه نتاعو، يعني واحد جندي اصله من امبواقي ولا اصله من خنشله ولا اصله من غريزان ولا معسكر ولا البيض ولا النعامه ولا اصله من كذا وفقير بالفعل ما عندوش، هؤلاء اللي من حقهم يدي سكن في مسقط راسه حتى ويكون خدام في العاصمه ولا في وهران، لانه ماهوش سكن وظيفي، ماهوش لوجمون دو فونكسيون، وراه ساكن في الكازيرنا، لكن راتبه ما يسمحلوش انه يشتري سكن
مديرية دحماني هي اللي تعاونوا في سكن اجتماعي حتى في مسقط راسه، لأنهم اداو كوطة على مستوى كل الولايات. هذه لازم يعرفوها جماعة البيري وجماعته باش يطالبوا بحقهم. سأعود للموضوع في قادم الأيام بإذن الله. ألقاكم بخير في حلقة جديدة. ربي يجيب الخير، ربي يجيب الخير، ربي يجيب الخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. تحية طيبة لكل المشاهدين، مرحبا من جديد. تكلمنا في الجزء الأول على الفساد داخل مديرية الشؤون الاجتماعية أو الخدمات الاجتماعية في وزارة الدفاع، وتلاعب بعض المسؤولين من ضباط صف وضباط في يعني في حصة أو الكوطة نتاع السكنة الاجتماعية الخاصة بمعطوبي المؤسسة العسكرية وبأرامل شهداء الواجب الوطني. اليوم سأتكلم عن موضوع لا يقل الفساد، لكن هذه المرة في قطاع الشرطة، وبالخصوص في مطار رابح بيطات عنابة. مطار رابح بيطات عنابة يشهد فساد وظلم وحقرة وتعسف في استعمال السلطة، فساد رهيب. المتورطين فيه هو بالدرجة الأولى عميد الشرطة بالمطار، وهو مناصرية الزبير. مناصرية الزبير نظن هذا مخنشلة، ويشتغل في عنابة، هو مدير أمن المطار. مناصرية الزبير نوجه له رسالة اليوم، هو والملازم الأول فانتاسي كمال اللي يسكن في عنابة، ونقولوا سي فانتاسي كمال من بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجر. أنت راك متورط في فساد، أنت والكوميسار تاعك، ما لازمش تظلموا الناس، ما لازمش تظلموا الأعوان الشرطة ذكور وإناث، يعني رجال ونساء راك تظلموا فيهم وتعسفوا، وعندكم فساد رهيب لانه ريحتكم راهي فاحت خزت. فانتاسي ربي عامك، دير تجاره، دير مطعم تاع الشواء في عين الباده، تشارك انت والكوميسار تاعك يا سي فانتاسي كمال، تشارك انت والكوميسار مناصريه الزبير في مطعم تاع الشواء، تخدموا على رواحكم خارج الشرطه، ربي عاونكم، الله يسهل عليكم. لكن ما تحقروش الناس، خاطش كي تحقروا الناس راهم يكشفوكم، كي يكشفوكم بنس ديرة ما يرحمكمش، لا انتم لا مدير الشرطة لا قائد الأركان لا وزير لا جنرال لا حتى واحد. أنا بالنسبة لي أي واحد فاسد مهما كان المنصب نتاعو، مهما كان الجاه نتاعو، سأوجه سهامي نحو مهما كان. إذا أنت ملازم أول يطنو في الشرطة في لابوليس يا سي فطناسي، وتتعامل مع الكوميسار تاعك الزبير مناصرية، تحقروا وتشوكروا وديروا في البزنس وديروا في الشواء وتهربوا في الذهب ومن اسطنبول ومشاكل، حبيت نقول لك باللي ريحتكم فاحت وملفكم وصل. القضيه متورط فيها طيار بيلوت، البيلوت هذا اللي يشتغل خط اسطنبول عنابه، راكم تهربوا في الذهب وفي بعض الادويه يعني اللي هي نادرة ويعني غير موجودة في السوق الجزائرية بصفة عامة وفي منطقة الشرق بصفة خاصة، يجيبوكم في أنواع من الأدوية النادرة والغير موجودة مثل ما قلت، يجيبوها لكم من اسطنبول من تركيا، يجيب لكم هذا البيلوت مع كميات من الذهب مهرب من تركيا للجزائر، وانتم توزعوها عند البيجوترية في عنابة والطارف وسوق راس. المعلومات هذه راهي معلومات أمنية من بعض الضباط والمسؤولين في الأمن اللي ما قدروش يواجهوكم. لماذا ما قدروش يواجهوكم؟ لأنكم علاقتكم مباشرة يا الزبير الكوميسار ويا الملازم الأول يطنو فانتاسي، علاقتكم مباشرة مع دودو المدعو دودو بومدين أحمد قايد وليد قايد صالح. الأغرب من هذا يعني والأمر من هذا أنه فيه بعض الشرطيات اللي داخلين في هذه العصابة،
بعض أعوان الشرطة وبعض أعوان الجمارك اللي من بينهم مفتشة الشرطة عايدة. يعني عايدة إلى راك تسمعي فيا، عيب عليك تظلمي زملائك وزميلاتك، عيب عليكم تديروا عصابة يا عايدة أنت والزبير وفانتاسي وتظلموا الناس وتتسطروا على بعض الجرائم في حق الاقتصاد الوطني، تهريب العملة. عندنا معلومات أنكم هربتوا كميات كبيرة من الأورو والدولار، هربها وليد القايد صالح من مطار عنابة وضربتوا عليه النحو، وانتم على بالكم خليتوه يفوتهم وحتى ما بلغتوش عليه. اوكي، وليد القايد صالح يهرب في الدراهم، قلنا معليش، لكن تهرب وذهب من اسطنبول عن طريق قائد الطائرة البيلوت، ومانيش حابين نتكلموا عليه الان البيلوت لانه تحت الضغط، لكن في الحلقة القادمة اذا كان ما خفتوش ربي وما عقلتوش وما تفتوش راح نفضحوا كل شيء. اذا الرسالة الموجهة لهذو ثلاثة من الناس، الزبير مناصرية الكوميسار، الملازم الاول فانتاسي، فانتاسي كمال، هسنا نشوف ايه، فانتاسي كمال، و مفتشة الشرطة عايدة. عايدة ما نكملوش الاسم العائلي، الله يسهل عليك، لأنك أنت المسؤولة، عائلتك مش مسؤولة. إذا راجعوا حساباتكم، خافوا ربي في نفوسكم وفي الناس، ما تظلموش، الظلم ظلمات يوم القيامة، حقرة مش مليحة، وهذا أول وآخر إنذار. يزيد يوصلني عليكم ظلم، المرة القادمة ما نرحمكمش ونجبد لكم الأزدوز نتاعكم ونتاع جد جدكم. سمعتني يا سي مناصرية، سمعتني يا سي كمال فانتاسي، سمعتي يا عايدة، نقطة إلى السطر. هذا ملف نغلقوه. اليوم نتكلموا الجزء الثاني، نتكلموا على انتخابات رئاسية. مثل ما سبق وقلت لكم أنه هذه الانتخابات هي انتخابات مفبركة، انتخابات مزورة، يعني مسبقا الفائز فيها بدون مناقشة هو تبون بالدرجة الأولى. في الدور الثاني رايح يكون معاه عز الدين ميهوبي، أو لكن بدرجة 70% عز الدين ميهوبي، يعني رايح يمر للدور الثاني حتى يعطوا مصداقية للانتخابات ويعطوها يعني أمام الرأي العام الوطني والدولي. قال باللي قال انتخابات نزيهة، وهاي بدليل انه كاين درجة الدور الثاني عمرها ما صرات، هما بدايين بوتفليقة يفوز واحد يفوت وحده، الان فيه الدور الثاني، يعني منافسة قوية ما بين كما يقولوا الناس وش يقولوا فرسان ولا وش يقولوا الانتخابات، يعني راح تكون ما بين فارسين اللي هما وشكون؟ تبون وعز الدين ميهوبي. هذا الكلام قلت لكم عنده سنة قبل ما يعرف عز الدين ميهوبي انه راح يترشح، لانه عز الدين ميهوبي في روحه ما كانش على باله حتى تبون على باله، لانه تبون حضر لها من زيارته لما كان رئيس حكومه الى جنوب فرنسا ومقابلته للوزير الاول الفرنسي، وساعود للملف هذا في قادم الايام، الملف راهو عندي تاع زياره تبون الى جنوب فرنسا مع من تقابل اليهودي الجزائري اللي قابله في جنوب فرنسا، وش من طياره نقلته من مطار نيس الى باريس، أين وكيف ومتى قابل الوزير الأول الفرنسي، ثم انتقل من مطار خارج باريس في طائرة خاصة إلى اسطنبول، ومن اسطنبول إلى مالديفيا. هذا الموضوع هذا راح نتكلم عليه بالتفصيل، نتكلم على كل اللي مذكورين في التقرير بما فيهم العقيد بوغابة المدعو زياد، هذا موضوع دسم سأتكلم عنه في الحلقات القادمة، ممكن بعد يومين ثلاثة أيام نتكلم على الموضوع هذا. لكن اليوم نقول أنه تبون من سنتين قبل، من 2017 هو على باله باللي هو خليفة بوتفليقة لأنه أمور مخيبة، لكن عز الدين ميهوبي تم طرح اسمه كبديل أو كمنافس أو كورقة ثانية بلون بي مع تبون في حالة ما إذا وفقط إذا صارت مستجدات. عز الدين ميهوبي قلت لكم أنه أنا كنت على بالي بلي راح يترشح قبل، ممكن حتى هو ما ينوي فيما بعد هاو ترشح وهاو دخل المنافسة وراهو الآن ينافس في عز الدين ينافس في تبون وفي بالعيد وفي بنقرينا وفي بنفليس، لكن في الدور الثاني والدوا من عندي
راح يكون تبون وعز الدين ميهوبي، الا اذا كان طارق ممكن يكون بالعيد عبد العزيز، لكن الاحتمال الاكبر 70% عز الدين ميهوبي مع تبون. تبون 100%، تبون 100% راح للدور الثاني. في الدور الثاني هنا تولي فيها قضيه الشعب ممكن يلعب دور، يا اما يختار تبون يا اما يختار عز الدين ميهوبي. في الحالتين لقيت صالح رابح، لانه الاثنين مفروضين عليه من الامارات ومن فرنسا وبدرجه اكبر من فرنسا مع تبون، لكن لقيت صالح راضي عليهم في زوج ماهوش مشكل، لانه على باله باللي ما عندوش مشكل معاهم، مش رايحين يحاسبوه، مش رايحين يصير له حتى مشكل معاهم. اذا القضيه مخيطه الافونس. مطلوب من الشعب الجزائري الان انه على الاقل يعرف انه هناك مخطط، هناك مخطط لاستمرار منظومة حكم بوتفليقة الفاسدة، يعني العصابة التي يريد أو يراد منا نحن القاشي الراشي، نحن الهيشر، أن نصدق أنها تحول ديمقراطي وأنه انتقال من جمهورية بوتفليقة إلى جمهورية جديدة. هذا كله هراء وكله خرطي وكله كذب. منظومة حكم بوتفليقة الفاسدة، المنظومة التي خطط لها الصهاينة في أبو ظبي، مستمرة وأكثر من أي وقت مضى. المشكل أن المنظومة القادمة التي سيترأسها تبون ب 80% وعز الدين ميهوبي ممكن 20%، لأن تبون هو اللي قلت لكم نسبة كبيرة، هي أخطر وأفسد وأنذل وأرذل من منظومة حكم بوتفليقة. وهنا يصدق قول القادم أسوأ. أنا كنت أقول لكم القادم أسوأ، مانيش قارئ علم الزمياطيني، بناء على تحليلات، بناء على توقعات، بناء على معلومات، بالخصوص على معلومات استخباراتية دقيقة. المنظومة أو المخطط أو البرنامج الذي سيطبقه تبون بوتيرة أسرع من وتيرة بوتفليقة سيكون خطر رهيب على الدولة الجزائرية، لأنه تبون بالسياسة نتاعو رايح يغرق البلاد. يعني الشعب ما فهمش، أنا عازرين الشعب هذاك مش فاهم. تبون يقول لكم أنا على بالي دراهم وراهم ممكن نكون رئيس نجيبهم. ما تخليش نسبك يا تبون، لأنك كنت رئيس حكومة، وعلا ما جبتش قصاب دراهم وكنت رئيس حكومة وتقول أنه ما كنتش نحكم، كان سعيد بوتفليقة يحكم فيا كون راجل قدم استقالتك هذه السماء. راك تسمع فيا تبون، انت اذا كان كنت راجل بحل بشلاغمك كان يحكم فيك بز كيما سعيد بوتفليقه، قدم استقالتك كي انت كي طححنا اللي كانوا معاك كامل الوزراء وقائد الاركان، لانه قائد الاركان هذا عش انا نشرشح في دين جدو، لانه مش راجل. نعم ماكش راجل لقيت صالح، لانه سعيد بوتفليقة كان يقردف فيكم وكان يسربس فيكم وكان يمشي فيكم كنز كنسة. نعم سعيد بوتفليقة كان يحكم فيكم كنسة، كان يحكم فيكم كنسة. كي انت تبون، كي لقيت صالح، كي الوزراء، كي زغماتي اللي حاوزوه، كي المرأة يطلقوها طلقوك يا زغماتي وعاودوا رجعوك، ماكمش رجال. خاطش لو كان جيتوا رجال عندكم حلين لا ثالث لهما، اما انكم ما تخدموش مع واحد خارج الإطار الشرعي والدستوري يحكم باسم رئيس الجمهورية، وبالتالي ما نخدمش معاك، روح نخدم زجار، فلاح، قياط، بندار، رقاصة، اشتغل رقاصة، يا دين السماء روح اشتغل رقاصة، وما تخدمش بالذل عند سعيد بوتفليقة، ومن بعد تقول باللي كانوا حاقريني، نحاول الصورة تاعي من قصر الحكومة، كانوا حاقريني، أيا خلينا من الخرطي الواحد تكفرهم، باكي يقول بالزير راك تهضر في الكلام القبيح، وواحد يقول يعني نتفرج أنا ومرتي ولادي، ما تفرجش أنت ومرتك ولادك. كي تكون تسمع بزديرة خطو جدنا، لان الضغط يطلع علينا بدا غير نقول في الكلام القبيح. يقول لك كانوا حاقريني تبون، كان حاقرك سعيد بوتفليقه، درك معناتها وليت راجل وراح تولي رئيس جمهوريه وتحكم وما يحقركش لقيت صالح. استغفر الله ولا اله الا الله محمد، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا الظالمين، ظلمتوا نهبتوا فسدتوا ودركا تحوسوا تولوا انبياء، يعني على اخر عمرك يا تبون، على اخر عمرك يا بن فليس، على اخر عمرك يا ميهوبي، على اخر جايين دركا تلعبوها علينا رجال وتحوسوا تولوا رؤساء، وانتم على بالكم باللي لقيت صالح يبول عليكم عام ما تنشفوش، والى نشفتوا تبقى فيكم الريحه
عام ما تنشفش ولا نشفت تبقى فيك الريحة يتبون. أتحدى فيكم واحد في البرنامج تاعو يقول إعادة هيكلة الجيش، هاي مخير فيكم، المخير فيكم يقول بلي إعادة هيكلة الجيش واحترافية الجيش والاعتماد على الكوادر الشابة. اللي يقولها فيكم يا المترشحين ويكون راجل بما فيهم بن قرينة، إلا قلتها يا بن قرينة نمشي معاك. قول هذه الكلمة، إعادة عصرنة الجيش، احترافية الجيش، ووضع كفاءات على رأس القيادة العسكرية. اللي يقول الكلام هذا نمشي معاه عفيان، لكن ما فيك مش راحد راجل يقدر يقولها كاع خوافين، لأنه هذا الكلام يعني إبعاد القايد صالح ومن معه. المخير فيكم يقولها، كونوا رجال، المخير فيكم يقولها، وندير له حملة انتخابية مجانية من لندن لباريس لجنيف. ألقاكم بخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. RenderForce.com